magnetic flux through given area is forward. What's member? هو احنا كنا قلنا في بداية chapter 2 ان انا عندي اتنين definition للmagnetic flux والmagnetic flux density. عيب وحرام ان انا اقول ما يصحش ان انا اقول اللي هم مين؟ اللي هو بيقول لي ان اي واحد بيقول فيه number of magnetic flux lines. لان number of flux lines ده مش physical quantity, مش حاجة بتتقاس. ما ينفعش اقول ان number of flux lines كذا line, ما فيش حاجة اسمها كده. يبقى معنى كده ما ينفعش اعمل definition لأي حاجة in terms of number of flux lines اللي هي مش موجودة في الطبيعة, اللي هي او موجودة بس ما بتتعدش uncounted. تمام؟ يبقى انا لما حبيت ان انا اعمل definition للماجنتيك فلكس دنسيتي كنت عملته عن طريق الفورس. كنت قلت ان الفورس هي عباره عن بي اي ال ساين ثيتا في ستريت واير, وكنت بقول ان الماجنتيك فلكس دنسيتي عند بوينت هي الفورس اللي هتاكت على واير. لو الواير دوت كارين كارنت 1 امبير اوف لينكس 1 متر بليس بيربنديكولار تو ذا بيت ات ذيس بوينت, يبقى انا عملت ديفينيشن للفيلد او الفلكس دنسيتي عند بوينت عن طريق مين؟ الفورس. وكنت قلت ان الماجنتيك فلكس ات بوينت هو هو الفورس, قلت ان ده هو ده. لما اقول ان ده هو ده يبقى بقيه الرول لازم يبقى بكام؟ 1 نات. يعني الكرنت الواير كارين كرنت 1 امبير اوف لينكس 1 متر بليس بيربنديكولار تو ذا فيلد ات ذيس بوينت. حد عنده مشكله؟ تمام. طب بالنسبه للفلكس, الفلكس بقى بنجيبه من الرول اللي احنا قلناه النهارده, هو ان الانديوس دي ماف ايكوال نيجاتيف ان دلتا فاي اوفر دلتا تي. يعني ايه اللي تشينج في الفلكس فور ويبر؟ يعني معنى كده ان الانديوس اي ام اف هيبقى فور فولد. بقول ان ده هو ده. لما يكون الكويل اللي هيحصل فيه اندكشن ده النمبر اوف تيرنز بتاعته 1 تير, واللي تشينج ده هيحصل في 1 سكند. مش هنقول النيجاتيف, لان انا عايز ارقام بس, انا عايز ماجنتيودز. يعني ايه الماجنتيود بتاع الفلكس كذا ويبر؟ ماليش دعوه بالدايركشن بتاعه. هنا بس عندي مشكله وحيده, ايه هي؟ ان ده تشينج في الفلكس مش فلكس. تمام؟ انا عايز الفلكس نفسه. فانا ممكن اقول عشان اللي تشينج في الفلكس يبقى هو اللي هو الفلكس, ان انا اقول لو الفلكس دوت قلل زيرو, عمل ديكريزنج لزيرو, يعني هو كان فور ويبر بقى زيرو, يبقى كان اللي تشينج في الفلكس قد ايه؟ فور, صح؟ او بالاصح هو نيجاتيف فور. يبقى معنى كده ان ده هعمله زيرو ماينس الفاي اللي انا بتكلم عنها اللي هي فور ويبر, والنيجاتيف تروح مع النيجاتيف وراحت بقى المشكله اللي عندك. تمام؟ كده كده النيجاتيف مش مهمه في الديفينيشن. يبقى تاني, يعني ايه ان انا عندي فلكس فور ويبر؟ يعني لو الفلكس دوت دخلته جوه كويل اوف 1 تيرن اونلي, هو الفلكس دوت الفور ويبر دخلته كله في ايه؟ في تيرن 1, في كويل 1 تيرن اونلي, وعملت ديكريزنج لزيرو, خليت الفلكس دوت يقل لزيرو في 1 سكند, هيحصل انديوز قد ايه؟ 4 فولت. في اي مشكله؟ يبقى انا كده قدرت اعرف الماجنتيك فلكس عن طريق الاي ام اف او عن طريق الفولت. اتس مين ذات the induced EMF in a coil consisting of one turn when this flux vanishes through it in one second. كل دوت is at the الالكتروموتيف فورس اللي بتعمل الكلام دوت is at the 4 volt.